الحقيقة لما يعني الكلام عن مثل هذه الشرائح كان لغاية فترة قريبة كان في نطاق الفانتازي أو الخيال، لكن الحقيقة بدأت بوادر الأمل تظهر الفترة الأخيرة. يعني شركة نيورالينك، الشركة الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية المختصة بالأبحاث في مثل هذه الأمور، أخذت موافقة من الـ FDA جمعية الغذاء والدواء الأمريكية السنة الماضية ببداية الأبحاث السريرية من الدرجة الثانية على الإنسان في تجربة هذه الشرائح. الحقيقة أن الشرائح دي فكرتها أن هي بتقدم بعض الإثارة لبعض الأماكن في المخ التي لا تقوم بالوظيفة الكاملة، مثل مرضى السكتة الدماغية وأيضا مرضى الوسواس القهري ومرضى الشلل الرعاش وكثير من الأمراض يتم التحكم فيه عن طريق الكمبيوتر، تؤدي إلى إثارة إلى بعض الأماكن ومما يؤدي إلى إفراز النواقل الكيميائية. من حوالي أسبوعين تقريبا في أواخر يناير تم زرع الشريحة الولايات المتحدة الأمريكية لمريض يعاني من شلل في الأطراف. حتى الآن إحنا في المرحلة الأولى لتجربة الأضرار والأعراض الجانبية، بعد ذلك يتم الدخول في مرحلة تجربة الكفاءة والإفكاسي. حتى الآن المريض ما فيهوش أي مشاكل أو مضاعفات ناتجة عن وضع الشريحة. الشريحة يتم وضعها عن طريق روبوت وتقنية اسمها تقنية الـ BCI. هي الشريحة دي اسمها تليباسي أو العلاج عن بعد. أعتقد أن هي تكون بادرة أمل علاج كثير من الأمراض. نعم. مؤثر فترة القادمة في المستقبل. دكتور محمد، بصفتك دكتور دماغ وأعصاب، أنا ينتابني فضول أحيانا، هل بالإمكان التحكم بدماغ الإنسان؟ يعني هل شريحة بحجم كما تقول التقارير شعرة الرأس، يعني هي أرفع حتى من شعرة الرأس، هل لهذه القطعة قدرة على أن تتحكم بدماغ الإنسان، هذا المخلوق الجميل جدا يعني، والدماغ بكل تعابيره وبكل السلوكيات والأداء اللي بيقوم فيه، هل من الممكن لشريحة كهذه أن تتحكم به؟ هو الحقيقة أن الفكرة أو المشروع كله قائم على التحكم الإيجابي عن طريق إثارة وتشغيل بعض الأجزاء التي لا تعمل بالشكل الكافي في المخ. لكن طبعا الحقيقة في المجتمع الأمريكي والمجتمع الدولي كله في بعض المخاوف من أن تتحول مثل هذه الاختراعات إلى أمور سلبية عن طريق التحكم في التفكير، التحكم في القرارات. طبعا في مخاوف وأكيد في قضايا حاليا مصارة إعلاميا صحيح. واضح دكتور محمد أن الأمر أصبح يعني ليس فقط محصورا بين مع فيكم أنتم الأطباء، يعني الأطباء والتكنولوجيين إن صح التعبير. طيب دكتور محمد، في أيضا سؤال، بتعرف أنت طبيب أعصاب وأنت أدرى مني أنه الدماغ هو قد يكون هو الجهاز الأكثر دقة وحساسية في جسم الإنسان، حتى بعض الجهات الصحية العالمية تعتبر أنه موت الإنسان هو موت دماغه، حتى لو ظل قلبه يخفق. ما مدى يعني إمكانية ودقة وأنه تجرى عملية داخل الدماغ، يجرى زرع فيها شريحة أو يعني أي كيان من خارج جسم الإنسان؟ بتعرف أنت بعمليات أقل بساطة في هناك هامش بين قوسين للأخطاء الطبية. السؤال هنا يعني ما مدى خطورة وإمكانية تطبيق هذه العملية؟ طبعا ما زال في جزء من الخطورة، لأن كل أجزاء المخ لها أهمية وحساسية خاصة. في بعض المخاطر من بعض الإصابات للأوعية الدموية أو للأعصاب أثناء وضع الشريحة، لكن الشريحة يتم وضعها عن طريق الروبوت بتقنية الـ BCI، بتكون بدقة أكثر من العمليات السابقة، فبالتالي في ما زال نسبة خطورة، لكن بالتأكيد هي بالتقنية الحديثة أقل من العمليات الجراحية السابقة. طبعا هو أكيد أي اختراع جديد بيكون ليه بعض المخاطر في حال تم استخدامه بشكل خاطئ. هو بالنسبة لبعض الأمراض النفسية زي مرض الأوسيدة والوسواس القهري، هو بيكون في بعض المناطق في المخ فيها نوع من الكسل في إفراز بعض النواقل الكيميائية، مما يؤدي إلى
حدوث مثل هذه الحالات أو الأمراض. فبالتالي دور الشريحة في تعويض هذا الأمر وإثارة هذه الأماكن لإفراز النواقل الكيميائية، لكن طبعا ما زال في بعض المخاوف من أن يتم استخدامها بشكل خاطئ. في البداية أي اختراع احنا بنتكلم في اكثر من مرحله، في مرحله الامان الاول السيفتي، بعدها مرحله الفاعليه، بعدها نتكلم في مرحله الاخلاقيات، مرحله كيف يتم الكنترول وعدم استخدام مثل هذه التقنيات او الابحاث بشكل يضر الانسان. طيب دكتور محمد، نحن تحدثنا عن المخاوف، طب خلينا الان بما انه صار امر واقع يبدو ايجابيين يعني. بالسنوات المقبله كمان الله اعلم مدى التطور اللي حيصير، خاصه لما صارت المنافسه امريكيه صينيه دول عظمى تتنافس في هذا المجال. انتم كاطباء اعصاب واطباء مخ، ما هي طموحاتكم ان تتوصل اليه هذه الشرائح؟ يعني انا وعم نقرا عن الموضوع دكتور محمد لفتني انه ممكن في امكانيه انه يصير في تفاعل بين هذه الشرائح بتأثيرها على الدماغ مع الأطراف الصناعية لمن فقدوا أطراف وبترت أقدامه وتم تركيب أطراف صناعية. ما يعني هل هذا ممكن وما مدى الطموحات من وراء هذه الشرائح؟ أكيد طبعا أي حد عنده مشكلة في الجهاز الحركي المركزي، يعني عنده مشكلة في الحركة بسبب شكل مركزي من المخ أو النخاع الشوكي، أكيد هتفيده بشكل كبير جدا هذه الشرائح. طبعا نسبة الاستفادة احنا ما زلنا زي ما قلت حضرتك في الطور الاول، طور السيفتي، طور الامان حتى الان. بعد ما نتأكد من طور الامان، تم تجربة طبعا طور الامان ده في الحيوانات، لكن حاليا احنا بصدد تجربتها في الانسان. بعد الانتهاء من دور الامان هندخل في الطور اللي بعده، هو طور الفاعلية او الافيكاسي. هنقدر نشوف مدى الفعالية ومدى الاستفادة، هل هي الاستفادة فقط في الحركة أو هي ممكن كمان تكون استفادة في الإحساس، ممكن تكون استفادة في التناغم الحركة نفسها. هل هي هتفيدنا في المشاكل المركزية فقط ولا ممكن في المشاكل الطرفية؟ طبعا هي دي بادرة أمل ولسه فيها، هيكون فيها تطور أكيد كتير جدا يعني. دكتور محمد، أنا من لما بلش هذا الموضوع يرى النور أصبحت أتخيل بعض الأمور يعني، وأقول هل من الممكن إنه هاي الشغلات تصير حقيقة أو لا؟ يعني مثلا للأشخاص اللي بيكونوا في غيبوبة أو في كوما مثلا، هل من الممكن في المستقبل أن تساعد هذه الشريحة هؤلاء الأشخاص، خصوصا إنه يقال بأنها قد تنقل رغبات المستخدم أو الشخص اللي تم زرع هذه الشريحة في دماغه، ممكن أنها تنقل رغباته أو يتكلم من دون أن يطلب طعام مثلا أو شراب، ممكن إنه ترسل رسالة للطبيب أو للمطور بأنه هذا الشخص يحتاج لهذا الشيء. هل هناك وعود بمثل هذه الأمور، خصوصا أنه من يعيش في غيبوبة الله يعينهم هؤلاء الأشخاص، لا أهلهم أحد كمان وأهلهم، لا أحد يعلم شو معاناتهم، هل هم صحيين ولا لا مثلا؟ هي الأبحاث حاليا كلها في الجانب الحركي. طبعا في أفكار أيضا قوية جدا بالنسبة للمرضى الغير قادرين على النطق لأسباب السكتة الدماغية أو لأورام المخ، إن هو يتم ترجمة الأفكار من الفص الخاص بالكلام في المخ عن طريق الحاسوب. لكن طبعا الغيبوبة مدى يعني الاستفادة في حالة الغيبوبة تتوقف على الفترة اللي دخل فيها المريض في غيبوبة، يعني لو غيبوبة من فترة طويلة وحصل فقد لخلايا قشرة المخ أعتقد هتكون صعب إنه يرجع لحالة الوعي. لكن لو هو عنده مشكلة في التعبير في الكلام نتيجة إصابة في جزء المركز الخاص بالكلام في المخ، ممكن يتم ترجمة الأفكار عن طريق الحاسوب، ودي هتبقى برضو يعني نقلة قوية جدا مثل النقلة الحالية اللي احنا بنصورها الخاصة بالجهاز الحركي. بالفعل يعني أنا وأنت تتحدث دكتور محمد، أنا وزميلتي شذا نشعر بمدى يعني الانبهار بهذا التطور. عندي سؤال بالنسبة يعني لإمكانية انتشار هذه العمليات أو هذه التكنولوجيا جغرافيا مثلا، ماذا تحتاج من وقت يعني؟ بالفعل، وحتى إن صح التعبير بنية تحتية طبية. مثلا دكتور محمد، نحن بدول العالم العربي عندنا 22 دولة، تختلف هذه الدول من حيث قدراتها بمجال الصحة، وأنت صحيح أدرى طبعا. طيب هل هي تحتاج لمراكز معقدة متطورة جدا، أم أنه إمكانية انتقالها وجودها بالعالم العربي باتت مسألة وقت قصير؟
هو طبعا الاختراعات دي بتاخد في اكتر من سنه في الاول في اطوار التجريبيه زي ما حضرتك، طور الامان وطور الفاعليه وطور التجربه. بعد الانتهاء ويتم اعتماد التقنيه او اعتماد البي سي اي دي بشكل رسمي، بتكون طبعا الشركه المنتجه ليها حق تسويق المنتج لفتره لا تقل عن 10 سنوات. طبعا بيكون في فتره 10 سنوات بتكون غاليه جدا، فطبعا مش هتكون متوفره لكل دول العالم، خصوصا الدول التي تعاني من مشاكل اقتصاديه. لكن بعد مرور فتره 10 سنوات بيحق لشركات اخرى دخول في المنافسه في المنتج، وزي ما حضرتك ذكرت في اقطاب في العالم كثيره تتنافس في هذا الامر، هيكون المنتج متوفر باكثر من مكان، فبالتالي هيكون سعره اقل. لكن طبعا في الفتره الاولى اكيد هيكون التقنيه غاليه جدا قاصره على يعني مؤسسات معينه تقدر يعني تصرف في الموضوع ده، لان طبعا هي بتكلف كتير جدا في البحث العلمي والتجارب. لكن خلينا نقول ان في امل بالتدريج، الامور من نواحي الاقتصاديه هتتحسن اكيد. نعم. وتقدر التقنيه تنتشر بشكل يفيد العالم كله يعني.